كل يوم في حياتنا بنمر بكتير من الأحداث، بس في ناس مرت بحاجات ملهاش تفسير. أنا هحكي لكم الأحداث دي من على لسان أصحابها زي ما هم حكوها لي في وقائع حقيقية. صديقنا أحمد بيقول اللي هحكيه ده حصل فعلا. كنت أنا ومجموعة من أصحابي وكنا بنسمع عن جلسات تحضير الأرواح، وكان لينا واحد صاحبنا بيقول إنه لقى كتاب عن تحضير الأرواح وخاصة المتوفين. أنا يعني كان عندي شوية فضول إن أنا أعرف هو الكلام ده فعلا صح، وهل فعلا في حاجة زي كده، وهل ممكن ان احنا نقدر نستحضر روح لحد مات ولا لا. مهم اقتنعت انا، واصحابي برضو كانوا يعني الى حد ما مش مقتنعين قوي بكلامه، لكن هو كان بيقول لنا انه الكتاب اللي معاه ده هو قدر يجيبه عن طريق حد صاحبه وهو واثق فيه، وهو واثق ان الشخص دوت معاه فعلا حاجات تخص السحر وتخص الاعمال وتخص العالم الخفي دوت. المهم هو طلب مننا ان احنا نجتمع في يوم اكتمال القمر في بيت، وفعلا رحنا في البيت دوت لقيناه مجهز الاوضه بشكل معين، مجموعه من الشموع في الاوضه، والاوضه ما فيهاش نور نهائي، وقعدنا حوالين ترابيزه في شكل دايره، وطلب مننا ان احنا نمسك ايدين بعض، وفضل يقول شويه حاجات، وطلب مننا ان احنا نغمض عينينا ومحدش يحاول فينا يفتح عينين نهائي ولا يسيب يد التاني. المهم ان احنا سمعنا كلامه وعملنا كده، وانا اول واحد فيهم ابتديت احس انه في حاجة غريبة، ابتديت احس انه في حد بيتحرك في المكان، ابتديت احس ان في حاجة غلط، انا مش حاسس ان اللي بيجري حواليا ده هوا، انا ابتديت احس انه لا، ده في شخصيات وفي حاجة سخنة بتجري حواليا. بعد كده اللي كان يده في يدي ابتدت يده تترعش جامد، وبعدين كلنا حسينا ان المكان كله بيتهز، وابتدينا نحس انه كأنه احنا في زلزال. وفجأة صاحبنا اللي كان بيقرأ التعاويذ صوته ابتدى يتغير، وابتدى يتكلم بلغة احنا مش فاهمينها، وحسينا انه في حاجة غلط حصلت، بس كنا خايفين حتى نفتح عينينا او نسيب ايدين بعض، وفضلنا ماسكين في ايدين بعض بصورة اقوى، وحسينا انه في فعلا حاجة حضرت في المكان، وكان في رهبة نزلت علينا كلنا في اللحظة دي، وحسينا انه في شيء حصل. فجأة كلنا حسينا بصرخة، بس محدش فينا كان عارف ايه مصدرها. انا وانا واقف ما بينهم ابتديت احس انه في حد موجود، بس مش قادر اشوفه لان انا مغمض عينيا، وفي نفس الوقت خايف افتح عينيا لاني مرعوب من اللي ممكن اشوفه، بس انا حاسس بوجوده وحاسس ان انا مميز حضوره قوي. بعد لحظات لقينا ان صاحبنا اللي كان بيقرا التعويذه ده سكت خالص وما بقاش ليه صوت. الاتنين اللي ماسكين ايديه ابتدوا يحسوا ان ايديه بقت ساقعه جدا،
حاولوا ان هما يضغطوا على يده بحيث ان هو ينطق، هو ما نطقش. اول ما ادركنا ان الشخص ده ممكن يكون مات، فتحنا كلنا عينينا، واول ما فتحنا عينينا المكان اتزلزل بشكل رهيب، وحسينا ان كل حاجة في المكان بتطير حوالينا، حتى الترابيزة حسينا انها اترفعت لفوق وكانت بتطير، وكنا شايفين اشباح حاجات في الجو بتتحرك حوالينا، وكنا حاسين ان المكان نفسه في حاجة غلط، في حاجة، احنا مرعوبين فعلا، وفي كائنات حوالينا. فجأة كل ده سكت، ولقينا صاحبنا اللي كان بيقرأ واللي المفروض احنا فاكرينه ان هو مات ابتدى يتكلم بلغة غريبة جدا، وابتدت عينيه تتحول للون الدم لدرجة ان احنا خفنا نبص له. فعلا الغريبة انه ابتدى يقول كلام وهو بيبص على كل واحد فينا، وكل واحد فينا لما كان بيسمعه كان بتظهر عليه علامات ان هو فاهم الكلام، مع ان اللي باقيين حواليه مش فاهمين اي حاجة من اللغة اللي بتتقال. ولما جه دوري هو قال لي على حاجات انا عملتها وانا صغير ومحدش يعرف عنها حاجة في حياتي. حسيت ان اللي حواليا مش فاهمين اي حاجة، بس انا استغربت جدا ان هو عارف ازاي اصلا الكلام ده، وعارف ازاي اصلا المعلومات دي، محدش يعرف حاجة عن الكلام ده. وقال لي انه انا كنت وانا صغير كنت بشوف نفسي قدامي احيانا كتير واقف على السرير، واحيانا كتير كنت بشوف نفسي على الحيطة. ايوه ده حصل وانا صغير، انا كنت بشوفني، بس لما وصلت 11 سنة الموضوع ده ما بقاش يحصل، نادرا لما كان يحصل، وكان بيبقى قليل، وكان بيبقى احيانا بشوفني في المراية بضحك لي. ايوة انا عارف انه الكلام اللي بقوله لك ده يمكن يكون غريب عليك، بس انا بشوف واحد مني نسخة تاني، نسخة طبق الأصل، واحد شبهي بالظبط واقف قدامي وفي المراية، وأنا ببص عادي وهو بلاقيه بيضحك لي أو يبتسم لي. وأنا صغير كنت بشوفه واقف على السرير أو بشوفه في الحيط، وكنت بميزه، بس ما كنتش عارف إيه ده. كنت بخاف منه جدا، بس ما حاولتش أشغل بالي بيه. و انا كان دايما بتجيلي وانا صغير كوابيس، فكنت فاكر انه ده حاجة من الكوابيس اللي كانت بتجيلي وكده، فما شغلتش نفسي قوي ان انا افهم ايه ده. بس صاحبي اللي كان بيحضر الارواح قال لي عنه وكأنه عارف ايه ده. اصلا اللي معانا في الاوضة ده مش صاحبي، انا ابتديت احس انه لا، ده حد، ده في حاجة متجسدة في صاحبي، لكن ده مش صاحبي. انا مش عارف، اتربكت جدا وحاولت ان انا اقول لهم كفاية يا شباب يلا نطلع، لقيت انه محدش فيهم سامعني، ولقيت ان اللي حواليا دول كأنهم متجمدين في مكانهم وثابتين، وانا وصاحبي دوت او اللي متجسد في جسم صاحبي ده بصين لبعض جامد. وفجأة لقيته بيقول لي خلي بالك، جدتك زمان لما قالت لك بلاش تغني وانت في الحمام يا ريتك كنت سمعت كلامها. انا فعلا جدتي قالت لي الكلام ده، بس ده كان من سنين طويلة جدا، وانا يعني انا بحب ان انا وانا بستحمى ان انا اغني، وان انا أدندن، أنا صوتي مش حلو بس بحب إن أنا أعمل كده. طب هو عارف فين الكلام ده؟ محدش يعرفه الكلام ده أصلا، أنا نسيته. وقال لي كمان حاجة مستحيل مستحيل حد يكون يعرفها عني أصلا، لأنه الكلام دوت ده يعني بعمري، أنا دلوقتي عندي 33 سنة، يعني مستحيل حد يكون
هيفتكر لي الموقف دوت. الموقف ده كنت عندي سنتين ونص، وفي الفترة دي أنا كنت لسه طفل صغير، وشفت زي الظل، والظل ده ما راحش من خيالي لحد النهاردة. بس أنا حتى في الوقت ده أنا ما أعتقدش إن أنا كنت قادر أتكلم ولا أنطق، بس أنا فاكر ملامح الظل دوت، وفاكر إنه كان بيتحرك حواليا، وإن الظل ده ما كانش متشكل بوش بني آدم، لكن كان في كيان. أنا كنت مميز إنه في كيان موجود، وفي حاجة موجودة. أنا مش عارف بالظبط التفاصيل إيه هي، ولا عارف شكله أصلا، بس كنت حاسس بيه وكنت عارف وجوده. وأصلا أنا ما قلتش لحد الكلام دوت، هو عارف منين؟ أنا كان عندي سنتين ونص. أنا افتكرت الكلام دوت لأنه فضل فترة طويلة ملازمني لحد ما بقى عندي 8 سنين كنت بشوفه الكيان دوت، بس بعد كده اختفى. وده غير إن أنا كنت بشوف نفسي. وقال لي أنا عارفك وعارف كويس قوي حياتك من يوم ما اتولدت لحد النهاردة، وعلى فكرة أنت بالذات ليك مكانة عندنا. أنا استغربت شوية، هو اولا هو صاحبي دوت انا معرفوش من سنتين ثلاثة، فيعرفني ازاي يعني من يوم ما انا اتولدت؟ ده يعني دي قصة طبعا غريبة. تاني حاجة، مكان عند مين بالظبط؟ في ايه؟ طب انا لما بتكلم محدش سامعني ليه؟ طب ليه صحابي متجمدين؟ طب في ايه؟ طب هو المكان ماله؟ طب انت مين اللي بتكلمني؟ انت عايز مني ايه؟ تعرف مني ايه؟ تعرف عني ايه؟ وراح قال لي بالظبط كده، فاكر الدلاية اللي حطيتها في رقبتك الست يوم ما اتولدت وفضلت في رقبتك لحد ما كان عندك 14 سنة؟ انا الدلاية دي فعلا عارفها، وفعلا انا الدلاية دي لحد دلوقتي محتفظ بيها، ودي كانت حد والدتي كانت بتتفائل بيها، حطت لي الدلاية دي يوم ما انا اتولدت فعلا، وقالت لها خلي الدلاية دي معاه، لأن والدتي ما كانش بيعيش لها صبيان، كانت كل ما تولد ولد يموت، فوالدتي يعني كانت بتستبشر خير بالست دي، فقالت لها يعني تعالي يوم ولادتي وكده. واستغربت حتى انها حطت لي الدلاية دي في رقبتي، بس هي فضلت في رقبتي لحد فعلا 14 سنة. وحتى وانا كنت لما كنت بستحمى يعني والدتي كانت بترفض تماما ان انا اقلعها، ولما كنت بقلعها كانت والدتي بتصرخ وبتترعب يعني. بس انت هو عارف التفاصيل دي منين؟ انت مين؟ ولقيته سكت فجأة وضحك ضحكات غريبة وكانت مرعبة وزلزلت كياني، وحسيت ان في حاجة غلط. وبعدين والدتك جابتك بمساعدة الجن، وعشان كده احنا معاك من اول ساعة انت اتولدت فيها لحد دلوقتي، ولسه متابعينك. وعلى فكرة انت ملكينا احنا، ولازم ترجع لنا. انا اترعبت من الكلام اللي هو بيقوله دوت. هو نعم، انت ازاي اصلا؟ انا مستحيل يعني، انا والدتي ست مصليه، مستحيل. هي ممكن تكون زي اي ست عاديه يعني بتستبشر بالكلام دوت، لكن مستحيل طبعا، لا مستحيل امي تعمل حاجه زي كده. وسنين انا ملك مين وتابع مين؟ وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا اصلا عايز امشي، انا اتخنقت، مش عايز اقعد القعده دي تاني، انا عايز امشي فعلا، انا تعبان، انا سهقت، انا سيبني انا فعلا خلاص مش قادر، ومش عايز اللعبه دي تاني. انا غلطان اصلا ان انا جالي فضول ان انا اعرف ايه اللي هيحصل يعني، انا عايز ابعد، عايز امشي. فجاه لقيته بيقول لي طب قوم. معرفش ايه اللي حصل، لقيت انه احنا الخمسة قاعدين على الترابيزة، مفيش حاجة اتغيرت، صاحبي صوته رجع زي ما هو، ولقيت اصحابي بيقولوا له خلاص كده كفاية، انت حاولت مرة واتنين وتلاتة ومعرفتش تعمل حاجة، فخلاص كده كفاية. انا فتحت عينيا فبقول لهم يا شباب
هو انتوا بتقولوا هو حاول مرة واثنين وثلاثة وما عملش حاجة ازاي؟ انا شفت حاجات وبتاع، والمكان كان بيتهز، وفي حاجات كانت بتتحرك حوالينا. يا عم انت ايه جاي تهزر؟ انت بتفكر يعني ان انت نفسك روش وبتاع وهترعبنا والكلام دوت؟ على فكرة مفيش اي حاجة حصلت، واحنا كلنا مفيش حد فينا حس بحاجة. قلت لهم ايه يا شباب انتوا بتهزروا، انتوا فاكرين ان الموضوع يعني هزار؟ اللي انت اللي بتهزر، هو اصلا مفيش حاجة حصلت، احنا كلنا واقفين بدري، وهو صاحبنا حاول انه يقرا من الكتاب دوت وان هو يستحضر ارواحه والكلام ده، بس هو ما عرفش لانه في حاجة ناقصة، اصلا مفيش حاجة حصلت. انت مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ قلت يا شباب يعني مفيش حاجة اتحركت، ولا الهوا ولا الكلام ده، ولا انا شفته ده كله كان خيال؟ قالوا لي يا ابني والله احنا ما شفناش حاجة ومفيش حاجة حصلت معانا، وحتى صاحبي اللي كان بيقرا التعويذة دي نفسه هو قال لي انا ما عرفتش احضر وما عرفتش اعمل اي حاجة، وده ليها طريقة معينة، وانا فعلا مش عارف استخدم الكتاب دوت. قلت له مستحيل، انا في حاجه حصلت معايا، وانا شفتك انت، وانت يعني جسمك بيبرد، وكان في صاحب يعني كان في الاتنين اللي ماسكين ايدك دول هم نفسهم اتجمدوا في مكانهم، وانت كلمت اصحابنا كلهم، وبعد كده جيت لي في الاخر وكلمتني، وكان صوتك غير صوتك، وقلت لي حقائق عني، وقلت لكل واحد من اصحابنا حقائق عنه محدش يعرفها غيره. انت بتهزر يا شباب؟ انتوا لو بتهزروا وبتعملوا فيا مقلب قولوا لي. لكن محدش فيهم قال أي حاجة، بالعكس هما كانوا مصرين جدا جدا إنه مفيش حاجة حصلت، وإنه جلسة التحضير دي فشلت، وإن محدش شاف منهم أي حاجة. اتحركت أنا من المكان دوت، وأنا دماغي كانت هتنفجر من التفكير، وكنت بحاول أعرف هو طب أنا إيه اللي حصل لي؟ طب أنا شفت إيه؟ طب أنا فعلا شفت حاجة، ولا أنا بتخيل، ولا الموضوع كان مجرد تهيؤات حصلت لي انا لوحدي؟ طب اشمعنى انا؟ ليه كلهم مفيش حد فيهم حصل له حاجه؟ اشمعنى انا اللي جات لي التهيؤات دي؟ اول ما روحت البيت افتكرت انه اسال امي، طب يا ماما هو انت فعلا في ولادتي استعنتي بالجن، او يعني قلتي لاي حد ان هو يساعدك ويعمل لك عمل عشان تجيبيني وكده، ولا ده ما حصلش، ولا ايه؟ اول ما قلت لماما كده لقيت ماما وشها اتغير، وقالت لي انت بتقول ايه؟ انا خفت لا تزعق فيا وتقول لي انت جبت الكلام ده منين، انا عارف ان هو ست مصليه يعني، فمستحيل يعني تعمل حاجه زي كده. لكن اتفاجئت انها بتقول لي اه ده حصل، بس انت عرفت ازاي؟ ده ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ثواني بس، ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي لي كده تاني. ايوه يا ابني، في الفتره دي انا ما كنتش يعني قادر اجيب لابوك الولد، وفي ست قالت لي انه ممكن تساعدني في الموضوع دوت بالسحر وكده، وانا فعلا ضعف ايماني وقتها، وتوجهت ليها فعلا، و حاولت ان انا اعمل حاجة، بس يعني انا معرفش اصلا ايه اللي هي حاولت تعمله، وعملت شوية طقوس كده غريبة، وانا بعد كده قلت لها انا مش عايزة حاجة منك، ومش عايزة مش همشي في السكة دي، لان انا خفت ربنا، ورجعت عن الموضوع اصلا، وما يعني ما عملتش حاجة، يعني مفيش حاجة. ده ماما انت بتتكلمي بجد؟ قالت لي ايوه يا ابني، انا الشيطان لعب في دماغي، بس يعني ده كلام قديم جدا، انت عرفت ازاي الكلام ده اصلا؟ انت مين قال لك عليه؟ ده حتى ابوك نفسه ما يعرفش القصه دي، انت عرفتها ازاي؟ سبت امي ودخلت اوضتي، وانا دماغي هتنفجر من كتر التفكير. هو ايه ده؟ انا يعني لو جلسه التحضير دي ما نجحتش وما فيش حاجه اتحضرت، امال انا عرفت المعلومه دي ازاي؟ ده فعلا امي طلعت حضرت الجن عشان تجيبني، او استخدمت الجن عشان تجيبني. نعم، اللي هو ازاي يعني؟ انا هو انا في حد معايا؟ طب هو انا اللي كنت بشوفه وانا صغير ده فعلا ممكن يكون روح، والروح دي ملازماني طول الوقت، والروح دي عايزاني فعلا معاها؟ طب وهل عالم الجن ده عايزني؟ طب انا انقذ نفسي ازاي؟ طب اعمل ايه؟ انا فعلا مرعوب ومش عارف اتصرف،
وفعلا دماغي كانت هتنفجر ومش عارف اعمل اي حاجة. وفجأة من غير ما احس لقيت نفسي نايم، وحسيت ان انا نمت فترة طويلة جدا. ولما صحيت ما لقيتش نفسي في اوضتي، لا انا لقيت نفسي في مكان غريب اول مرة اروحه. المكان ده عبارة عن زي جبل، لقيت نفسي فيه وزي كهف كده غريب، وشفت زي الكلام منور حواليا في الجو كده، وطالع منه نار وكلام انا معرفتش اقراه، هو بحروف تشبه العربي لكن هو الكلام مش عربي نهائي. وحسيت انه في حاجة، انا كنت حرفيا مرعوب ومش عارف اتكلم ومش عارف ايه اللي بيحصل لي. وفجأة لقيت انه في حاجة بتتجسد قدامي، ده انا، ايوة انا بتجسد قدامي، انا شايفني، انا شايف عينيا، شايف كل حاجة فيا، ده وشي، ده دي ايديا، دي رجلي، ايوة ده انا. ولقيت نفسي ابتديت ان انا اتكلم، انا مش عارف، انا متلخبط جدا، انا فعلا كل ما بفتكر الموقف ده ببقى مش عارف اتكلم. انا فعلا لقيت الشخص اللي هو واخد شكلي واخد جسمي واخد كياني بيكلمني وبيقول لي انا اللي هعيش مكانك وهموتك. انا اترعبت وانهارت، ولقيته فجأة بيربطني بسلاسل قوية جدا وسابني في المكان دوت. والكلمات اللي كانت طايرة في الهواء دي بقت عبارة عن سور سجن حواليا من النار. وفي حاجة كده شفت كأني شايف الشخص دوت بيرجع بيتي وبيرجع ياخد جسمي وبيصحى وبيتعامل مع أهلي وأنا مسجون في الكهف ده. وشفته هو بيحضن أمي وبيتعامل معاها على إن هو ابنها. أنا شفت كل حاجة بس أنا ما كنتش أنا. وقعدت أصرخ في الكهف ده، انا عايز ارجع لحياتي، انت سرقت حياتي ازاي، انت مين. بس ما حدش كان بيرد عليا، وانا حسيت ان انا فاضل مسجون في المكان ده. وحسيت انه انا شفت الايام بتعدي وشفت اسبوع كامل مر من حياتي، وانا مش شايف كل حاجة، بس مش انا اللي بتصرف، مش انا اللي بعيش، مش انا ده، انا مسجون في الكهف وبشوف حياتي كأني في مراية قدامي، في حاجة بتعكس لي، بس انا مش قادر اتصرف، مش قادر ارد على حد، مش قادر اعمل اي حاجة. وفعلا اسبوع كامل مر من حياتي واحداث حصلت وحاجات حصلت وانا مربوط في الكهف ده. وبعدين لقيته بيخرجني من الكهف ورجعني لجسمي وقال لي على فكرة لما هعوز اخد جسمك تاني انا هعمل كده وانت مش هتعترض. انا معرفش لما رجعت حياتي فعلا لقيت انه في اسبوع مر. انا نمت يوم الثلاث بالليل وصاحي يوم الثلاث الاسبوع اللي بعده بالليل. انا معرفش الاحداث اللي حصلت وهم اتعاملوا مع مين. انا بجد انا مش مجنون، انا فعلا ما عشتش الاحداث دي، انا شفتها بس ما عشتهاش، ما كنتش انا اللي برد عليكم، ما كنتش انا اللي بعمل كده. انتوا ازاي مش مصدقيني؟ انا مش عارف انتوا ازاي ما شكيتوش فيه. لما قلت لهم الكلام ده فعلا حسوا ان انا مجنون وحسوا ان انا جات لي حاله نفسيه، وابتدوا يودوني للدكاتره، والدكاتره ما كانتش قادره تصدقني، واتحبست في مصحه نفسيه لمده 3 شهور. وانا بحاول ان انا اقول لهم يا جدعان والله ده اللي حصل معايا، وانا فعلا الاسبوع دوت انا ما كنتش انا اللي بتعامل معاكم ولا اعرف اي حاجه عن اللي حصل. انا كنت شايفه وعارف ايه اللي حصل، لكن مش انا اللي كنت برد عليكم ولا انا اللي كنت بتصرف. انتوا ازاي ما شكتوش فيه؟ وبعد ال3 شهور دولت عشان اخلص من الحجز اللي كان في المستشفى قلت لهم انا مقتنع تماما انه دي تهيؤات وانا تمام وهاخد الدواء وهلتزم عليه، ولا ده
مفيش حاجة حصلت، وأنا فعلا كنت عايش معاه كل أسبوع دوت. حاولت أريح دماغي وأكبر دماغي منهم. وبعدين بعد ما طلعت على طول لقيته ابتدى يزورني كتير في الأحلام، وابتدى يقول لي على مواعيد هو هياخد فيها جسمي وهيعيش مكاني. وفعلا هو بيعمل كده، هو بيجي ياخد جسمي وبيربطني في الكهف دوت، والكلمات دي بتتحول لأسوار من نار حواليا، وأنا ببقى مش عارف أعمل إيه. أنا بشوفه بيتصرف إزاي وبشوف كل حاجة، لكن أنا حتى لما برجع ما ببقاش قادر أقول لأهلي ولأصحابي وللناس اللي حواليا إنه ما كانش أنا اللي اتصرفت معاكو، ده في واحد تاني، في حد تاني، أنا مش واحد، في روح واخدة شكلي وهي اللي بتعمل كده. انا متدمرة حياتي ومش عارف اعمل ايه، وبجد انا مش عارف اتصرف ازاي، ومحدش راضي يصدقني. انا فعلا تعبان جدا، عايز حد ينقذني من اللي انا فيه، وعايز حد يصدق فعلا اللي انا عايشه، لانه مفيش حد قادر يصدق الكلام دوت، وفاكرين ان انا مجنون وان انا عندي حالة نفسية. بس صدقوني والله، انا فعلا ده اللي بيحصل معايا، انه في حد بيجي ياخدني يوديني في الكهف، ويجي هو يعيش مكاني ويتصرف معاكم ويتعامل معاكم، لكن مش انا ما عملتش ده. ودي كانت رسالة صديقنا احمد لينا، نقلناها ليكم زي ما قالها لنا بالظبط. حصلت مع ناس ممكن تصدقها، ممكن تشوف ان هي امور مش معقولة، بس ده اللي حصل، واكيد ملوش عندي تفسير. ودي كانت وقائع حقيقية.